حياتي من بعد سوريا لك ما عد ما يما الحياة بصغري ما عد ما لك شهداء سوريا انطلبوا روحية لك ما عد ما ابن حوران بلب الطلاب يا يابا حوران حوران بلدي وربيت ولك فيها يا محلى شترها اخ وفيها ولو مازال مازال الجيش الحر عايش ولك فيها لغير الرب ما بنحسب حساب Yeah.
إحدى خيام اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري 30/9/2012 20/9/2012 من إحدى خيام اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري